الرياض والجزبة أحمد العماري والبكاي، وهذه الغنية هدية للأحباب في كل مكان، وخاصة ليك أخويا عيسى والنمس تعدلس ونور الدين، وما ننساكش سي عبد الرحمن وناس جيجل كلهم على خطر. فراشي راقد وجنهم مصادر، مكتوب ربي ما كانش اللي كان دار، فتشولي داري وداوني مساعف، ضجة دارت بالخف انطلقوا اخباري، واش نحكي انا عمري واش تنخرف، كيدا خدمت ما ننساهاش طول عمري، تخطيط امينه وخوتها جاب هدف، صوموني رمضان بالحبس عندك خبري. خاوتها جاب هدف، صوموني رمضان في الحبس عندك خبري، باصتني وبكتني ويتمت في ذراري، وباصتني ويتمتني ويتمت في ذراري. تخطيط امينة وخاوتها جاب هدف، باصتني وبكتني ويتمت في ذراري، هذا للشرطة بشي مزيف. عطات شهادة للشرطة بشي مزيف، بسطني وبكتني ويتمت دراري، لو جات صيلة الأب فيها تكون عاطف، ما تهول لي كرمتي ولا تهول قدري، حاجة محتومة عليا بسيف، ما كان ما نقول الوكل الله أمري، شي ما عملت وشو دارتني فيه طرف، في نهار واحد خربتني وخلات داري، حتى بنموها وشهد باشي كحلول مولف، ما كانش مستدعاه للشهادة وراح يدري. قدر جعيد وعثمان، وما ننساش ماي ماي، وكثر خير الرجال في خميس الخشنة، وكثر خير الرجال في كل مكان اللي يعاونونا في نهار الشدة. نموها وشهد باشي كحلول ميلف، ما كانش مستدعاه للشهادة وراح يجري، والله ما خضاش برايهم يا للأسف، لو جات بيديهم فيا واش راه صاري، يا عيال باطل اللي راوب والظهر يكشف، الحق يرجع ليا ونفرح في نهاري، انسجنت في باطل ربي والناس تعرف، والله غالب عليا ما قريتش حضري، ولكن الصح جناح وما هوش قصف، يا يروح ويولي لمكان وكي قمري. ولكن الصح جناح وما هوش قصف، يروح ويولي لمكان وكي قمري، لباب الوالو ما يكون خايف، يقطع البحور والجبال ويزيد السحرية. هذا الغنية راه هدية لكل الرجال، وهدية للناس اللي كانوا حاسبيني بأنني مجرم، انا بريء، انا بكيدا درت لي
باش يستولولي على واش نكسب وزادوا الدواء حتى المراه زوجت خوها فيها. خلوني وحدي مجيف وانا الله معاوني زيد لي شكري سجرة اللي زبرولها عرفها الزيت تخلف قبل عام تقول لهم ذوقوا خماري من دار فيا الشر ما ننسى ولا نتلف جرحني بجرح وجرح تخيط راه باري. الشر ما ننسى ولا نتلف جرحني بجرح والجرح تخيط راه باري طح ونتوراني ما زال واقف إنسان حساس وشاعل في قلوب نار معروف في كل مكان وما نشتنف والناس تعرفني إذا كان ضربت صدري مانيش عايش كل بقرة غير باش نعلف عندي سلاح اللي باش نخلف بيه ثاري.